دعت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بقسنطينة حدا لشبكة إجرام خطيرة اختص عناصرها في سرقة وتخريب المركبات وسرقة ما بداخلها، ورح ضحية أعمالهم الإجرامية العديد من الأشخاص. يضاف لذلك قيام هذه المجموعة بترويج المؤثرات العقلية، حيث تم حجز كمية معتبرة بحوزتهم مع استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج. العمليات النوعية وفي ظرف وجيز تم حلها بعد تلقي شكاوي من قبل 8 ضحايا بخصوص سرقة من داخل مركباتهم بعد تخريبها، وبتكتيف العمل الميداني والتحري تم الوصول إلى هذه أفراد هذه العصابة أو الشبكة وتوقيفهم بعد تفشيش مسكنهما مع حجز كل المعدات المستعملة في السرقة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مع استرجاع المسروقات لا سيما هواتف نقالة ولواحق المركبات. العملية مكنت أيضا من حجز كمية معتبرة من المؤطرات العقلية حوالي 400 قرص من مختلف الأنواع، وكذا مبلغ معتبر من عائدات البيع.